اتباع الذكر شنو؟ إنما تنذر من اتبع الذكر. اتباع الذكر إلى وجهين، شيئين أو طرفين، الطرف الأول الإيمان به، والطرف الثاني العمل بمضمونه. نبلي كأنه أكو عندنا اللي حاصل عند المسلمين، الطرف الأول موجود عندهم، الإيمان بالقرآن موجود عندهم، تلقى لافة للقرآن فد مثلا قطعة قماش محترمة حاطة في مكان محترم مثلا بعيد، حاطة برف يتبرك بيه بالبيت، لكن يعمل بمضمونه لا. هذا اللي حاصل عند المسلمين إيمان بالقرآن لكن عمل بمضمون القرآن موجود. موجود. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.